تتأثر عموم مدن البلاد بكتلة هوائية باردة أصلها قطبية المشهى. هذه الكتلة الهوائية الباردة تتأثر تدريجيا أو ببطء على مدن البلاد وليست بصورة مفاجئة، لذلك نشوف الانخفاض بدرجات الحرارة هذه الأيام خصوصا خلال ساعات الصباح هو انخفاض تدريجي. حسب التوقعات ذروة الموجة الباردة اللي تؤثر على البلاد ستكون للأيام من الثلاثاء إلى الجمعة. المناطق الأكثر تأثرا بهذه الموجة هي مناطق شمال البلاد والمنطقة الغربية، درجات الحرارة في بعض المناطق هذه ستنخفض إلى ما دون الصفر خصوصا في مدينة السليمانية والرطبة اللي متوقع خلال صباح يوم الأربعاء تنخفض إلى ناقص واحد أو ناقص اثنين تحت الصفر. باقي المدن تتأثر ولكن بصورة أقل، ولكن ستكون الأجواء باردة بشكل ملحوظ خلال ساعات الصباح وتميل إلى الاعتدال مع برودة نسبية خلال ساعات النهار. هذه الموجة ربما تكون متأخرة وبغير موعدها لكوننا احنا نعيش أيام آذار اللي هو أيام الربيع، وعادة في أيام الربيع تنتهي الموجات الباردة، ولكن التغيرات المناخية التي طرأت على عموم مدن العالم ربما سببت خللا في توزيع المنظومات الضغطية وتواريخ تأثيرها، لذلك نشوف تقدم أو تأخر في الموجات الباردة أو الموجات الحارة اللي تشهدها عموم المدن، وكذلك نشوف جفاف في بعض الأحيان وغزارة في أحيان أخرى، لذلك لم تعد هناك ثوابت مكانية ولا زمانية تحدد مواعيد تأثير الكتل الباردة أو الكتل الحارة.